No. No. Say. No. No. Italy. No. No. Thank you, Italy. Russian Federation. No. China. No. نجحت عدد من الوفود العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، وعلى رأسها الوفد البرلماني الكويتي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق عادل غانم، إلى جانب وفود دول أخرى. نجحت في مواجهة مناورة قادتها إسرائيل ودول أخرى لإفراغ البند الطارئ المتعلق بالقدس من محتوى. واحتجت دول من بينها إسرائيل بالرغبة في إيجاد صيغة توافقية مخففة للبند، والرغبة في إرسالها إلى لجنة صياغة لخلق إجماع حوله بحجة تقارب التصويت يوم أمس، إلا أن وفود العديد من الدول رفضت هذا الطرح، حيث قام الغانم بمداخلة أمام الاجتماع بهذا الشأن. It has to be clear to everyone that the voting happened and it's over. We cannot re-vote on any item. The majority prevailed yesterday, and that's the final decision, and you have to announce it now, please. Thank you very much. كما قامت دول أخرى بمداخلات تفند هذه المناورة التي تهدف إلى إفراغ البند من محتوى. ثم اضطرت رئاسة المؤتمر إلى التصويت على طلب إسرائيل ودول أخرى. ومع هذا فشلت إسرائيل في نيل مبتغاها بعد أن جاءت نتيجة التصويت 48 مقابل 36. كم